محمد الجامح لما بدأت بي ام تصنع، بدأت تصنع طيارات حربية، محركات طيارات حربية. فذاك اليوم دق في راسهم قالوا ليش ما نصنع طيارات أرضية؟ الطيارة اللي معنا اليوم طيارة سبيشل، خليكم معنا. الوحش اللي معنا اليوم بي ام ام 3 اف 80 بلغة عشاق البي ام 2015. شكل السيارة ما راح اتكلم عنه، يعني اللي يقول السيارة ما حلوة بصراحة ما عنده ذوق. شوفوا ما شاء الله عندكم كاربون فايبر حتى على الزوايد. ما اقدر اتكلم خلاص، السيارة حلوة اوكي، قلت لي ما حلوة ما عندك ذوق. فخلينا نشوفها من الخلف. تمام. شوف الجناح ما شاء الله كاربون فايبر، الاكزوز ديفيوزر كاربون فايبر. سيارة وايد حلوة يعني صراحة. فشوفها من الجانب، اعرف اني جيت بالعكس بس بنشوفها من الجانب. طبعا في اختلافات كثيرة بينها وبين السيارة العادية، يعني عندكم التنفيخات اللي على الجانب، عندكم الرنقات نفس الشيء، فبتشوفوا فتحات حتى اكثر. والمرايا، ركزوا على هالمرايا، المرايا هذه مرايا، شو مرايا بي ام. قبل كم يوم شفت واحد من الشباب الله يهديه عنده سيارة حلوة، سيارتك حلوة ليش حاط عليها مراية البي ام؟ ليش؟ هذا مخصصة لمرايات البي ام ام 3 بس، ام 3 ام 4 فئة الام يعني بشكل عام. اما تجيب لك سيارة من برا وتركب لها مراية البي ام ابدا ما حلو. وامس شايف واحد عنده بعد سيارة الله يستر عليها، سيارة حلوة بس حاط لك ستيكرات مال AMG. ليش يا جماعة؟ اللي فاهم الموضوع غلط يصلح الفكرة. فنشوف السيارة من الداخل. من الداخل سيارة رياضية ما شاء الله مليانة كاربون فايبر، صاحب السيارة ما مقصر معها في شيء. فما شاء الله هني كاربون فايبر، هني كاربون فايبر، الجير كاربون فايبر، الستيرين كاربون فايبر، فمشتغل عليها صح ما شاء الله عليه. فأما من ناحية أزرار الحين راح أراويكم، هي أزرار حلوة بس السيارة ما مليانة تقنية لأنها سيارة رياضية. فتعالوا شوفوا في شيء غريب في السيارة هذه اللي هو الجير. الجير الحين حاطينه في الان، ففي السيارات العادية لما تبى تحطه في الدي لازم ترجع وراء، هذه لا، هذه تاخذه يمين بيدخل في الدي. وعشان تحطه في الار شو تسوي؟ تاخذه في الان وبعدين تخليه في الار. فمعيشينك جو الجير العادي وكذي، فحركة حلوة منهم. من أحلى الأزرار اللي موجودة على الستيرينج الام 1 والام 2. الام 1 والام 2 نفس الشيء، طبعا هذه ذاكرة تخزين لوضعيات القيادة، أنت تخصص وضعية القيادة اللي تحبها، يعني تفصل تراكشن، سبورت بلس، السسبنشن، الأشياء هذه وتخصصها في واحد من الأزرار هذه، الام 1 أو الام 2. فانت طالع مستعجل تبى تخلي الوضعيه هذه، تضغط الوضعيه اللي حاطنها اللي انت مخصصنها وعلى طول السياره تقلب. فهذا زر حلو. الازرار هذه اللي تحت عندكم في زر المود سبورت بلس كومفورت، عندكم زر سسبنشن، وهني في زر بعد حلو اللي هو زر الستيرنج. اول ما تضغط عليه تغير من يكون الستيرنج سوفت او هارد او هذه الامور. فعندكم هني كاميرات، زر الكاميرات. طبعا السيارة ما فيها خمس كاميرات، يعني أمامية ما فيها، فيها كاميرتين جانبية يمين ويسار. طبعا أنا بعدني أول مرة أشوفها في سيارة. وهذا زر عادي يعني تفصل السنسرات. وفي زر حلو، هذا الزر عجيب صراحة، هذا الزر بسببه أنا بغى أجرب البي ام ام 3 والام 4. هذا الزر لما تفعله يطلع لك نفس الشيء سوفت ونورمال وهارد، اللي هو قساوة الجير. كل ما تضغط كل ما تزيد قساوة الجير. فبنجربه إن شاء الله. شوفوا هالحركة في المسجل، عجبتني صراحة. الأزرار تضغط عليها بس في خاصية اللي هي التتش، أول ما تضغط عليه يخبرك خاصية كل زر موجود فيه. طبعا هذه أرقام يعني ما مكتوب عليها شيء، فأنت تضغط يعطيك الخاصية وممكن تخصص اختصار عليهم، يعني تضغط طوالي ياخذك على الاختصار اللي انت حاطنه اياه. بي ام دبليو تاسست عام 1916، طبعا كانت تصنع محركات طائرات. فمثل ما قلت لكم كذي دقت في راسهم قالوا خلينا نصنع طيارات ارضيه. وهم ما تفهموني غلط امزح. ف
فصنعوا سيارات في عام 1928، وسياراتهم ما شاء الله يعني اسم على مسمى، طيارة طيارة خلاص، اللي فيها فيها نكتة ولا ما نكتة، ترى حقيقي واقع يعني سيارتهم صواريخ صراحة. يعني مثل ذا الوحش اللي معانا اليوم يعني 6 سلندر 3.0 431 حصان، سيارة صاروخ تنافس سيارات مكاينها كبيرة مثل السي 63، ماكينتها 8 سلندر وتوين توربو، بس البي ام تطلع عنها قومة وفي الخط تفتح يعني ما شاء الله عليها. يعني شوفوا السيارة كيف، ونفس على فكرة نفس المدة، يعني ما تقول مثلا ان المرسيدس قديمة ولا نفس العمر، بس هذه 6 سلندر وهذه 8 سلندر، اثنيناتهم توين توربو. هذه قومتها 4.1 يعني 4 فاصل جزء من الثانية، ما شاء الله عليها هذه السيارة. يعني إذا عجبتك الحلقة وحاب أنك تنشر لي فأكون شاكر لك قدامنا لامبورغيني. المهم، وإذا ما حبيت تنشر الحلقة اكتب لي في التعليقات شو تباني أعدل عشان خاطر عيونك يا بعد شبدي أنت. المهم، تشاو.